أشكركم على مبادرتكم وعلى صمودكم هذه اليومين من العام المقبل كذلك جازيت لقد سهلتم كثيرا قولي تأمين العام فأتمنى أن تحكمكم دوري إلى آخر لحظة لهذه المناسبة اسمحوا لي أن أهني الأخ حضر الظهر الأسود والأخ كما أقول ذلك والوقت نجوى اشتغلت معهم اشتغلت معي طيلة طويلة أربع سنوات والآن هذه القيادة الجديدة أولا التي تكتسب بالمناصفة التي تدافع عنها وتدافع عن الإثم والتي تستصف كذلك الشباب فإنهم يحتاجون إلى دعمكم، يحتاجون إلى مساندتكم، ويحتاجون إلى استمرار وجودكم الحزب. تأكدوا أننا أعطينا راسنا في الديمقراطية، وتأكدوا أننا في المعالم الذين سنتصل بطاقات الشباب وبطاقات النساء هذه. لذلك أرشدكم وأتمنى أن تستمروا في عملكم الحزبي وأن تساندوا قيادتكم وأنا سأبقى معكم في القاعدة، أشتغل معكم في القاعدة كمناضل فصيل داخل حزب الإنصاف. أتمنى لكم التوفيق وطول العمر والصحة والعافية، وأتمنى للقيادة الجديدة كل النجاح، وسيكون شرف لي أن أراكم لاجئين منتصرين في معارك مع أرض القيادة نجحت في بلوغكم مقاصدكم وبنيتكم الحسنه من اجل هذا الوطن. شكرا لكم.